الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فهل هي ثلاث نفخات أم نفختان؟ في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فمن أهل السنة من قال إن النفخات يوم القيامة ستكون ثلاثا: نفخة الفزع، ونفخة الصعق تعقبها، ثم يعقبهن بعد ذلك نفخة القيام. وعلى ذلك أبو العباس بن تيمية فيما يظهر من كلامه. ومن أهل العلم من قال إنها نفختان، وهذا هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى أنها نفختان، ولكن النفخة الأولى لها أثران: فزع وصعق. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فزع الناس، وبسبب النفخ والفزع يصعقون. فإذا هي نفخة واحدة لها أثران، فبينت إحدى الآيتين أثرا، وبينت الآية الأخرى الأثر الثاني. فالآية في سورة النمل بينت أثرا واحدا وهو الفزع، وهو الأثر السابق. وفي سورة الزمر بينت الأثر اللاحق وهو الصعق.